السادسة صباحا بتوقيت القاهرة، موجز الأخبار، أهلا بكم. ذكرت مصادر إعلامية فلسطينية أن 36 شهيدا سقطوا في قصف للاحتلال بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وأشارت إلى أن معظم الشهداء في هذه المجزرة من النساء والأطفال، وأوضحت أن غارات الاحتلال استهدفت منزل عائلة الطباطيبي غرب النصيرات. وصف مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل المساعدات الإنسانية التي وصلت غزة عن طريق البحر ببصيص أمل في الأوقات المظلمة، وطالب بوريل بإيصال المساعدات إلى غزة بسرعة، وقال إن ذلك يجب أن يكون بكل الوسائل الممكنة وخاصة عن طريق البر لمنع انتشار المجاعة في القطاع. نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مسؤولين إيرانيين وأمريكيين قولهم إن طهران وواشنطن أجرتا محادثات سرية وغير مباشرة في شهر يناير الماضي، وأشارت إلى أن تلك المحادثات السرية بين الولايات المتحدة وإيران جرت في عمان وتناولت تهديد الحوثيين للشحن البحري بالبحر الأحمر. وذكرت نيويورك تايمز أن المحادثات شملت أيضا ضرب قواعد أمريكية من جماعات تدعمها طهران، وأن واشنطن طالبت من إيران كبح تلك الجماعات ووقف هجمات الحوثيين. تحاول قوات الحماية المدنية المصرية السيطرة على الحريق الذي شب في استديو الأهرام بمحافظة الجيزة جنوب العاصمة القاهرة، وقد دفعت السلطات ب18 سيارة إطفاء في محاولة لاحتواء النيران ومنع امتدادها إلى المباني المجاورة. وذكر محافظ الجيزة أحمد راشد أن كافة أجهزة المحافظة تعمل على السيطرة على الحريق، مشيرا إلى إخلاء عدد من العقارات المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الإطفاء. ولمزيد من المتابعة يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني القاهرة نيوز.نت، كما يمكنكم متابعتنا على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة فيسبوك، إكس، إنستغرام ويوتيوب، ويمكنكم متابعة القاهرة الإخبارية على التردد 11.7.47 فيرتيكال، كما يمكنكم تحميل تطبيق القاهرة الإخبارية من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. أشكركم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.